بونسوار واحلى مرحبا لاحلى طلاب بستار اكاديمي 7 لهالسنه. عن جد كتير يغزينا علي عليكم كلكم، اصواتكم بتجنن وروعه. معكم جو، وعندي كم سؤال حابب اوجههم بالتحديد لمدام رولا سعد، وبتمنى انه اسمع جواب من مدام رولا سعد، مع انه ديجا سالناهم الاسئله على الفيسبوك بس ما عم يوصلنا اجوبه. مدام رولا تحديدا، ليش عم نشوف كل جمعه بعض الطلاب هن زيتهم عم بيغنوا بس مقاطع من اغاني؟ بعتذر اذا رح سمي بعضهم، مثل طاهره، بدريه، رامي وريان، مع انه عم نشوف طالبه بحد ذاتها كل الجمعه عم بتغني غنيه بكاملها بالعربي. ما حسمي حقول مين طبعا، بس انه حابين نشوف الضوء يتسلط على غير طلاب كمان لنقدر نعرف شو الكابابيلتيز تبعهم وشو مقدرياتهم. بقى لو سمحتوا بليز اعطوها الشانس لغير طلاب كمان. فينالمون بدي اقول برافو بدريه، you are great. قدرتي توصلي للتوب 1 even though بس كنت عم بتغني short parts from songs. هذا شيء برهن انه you have a great capabilities توصلي للفينال. واكيد تحيه كبيره لميرال ولرامي، نحن معكم ورح نصوت لكم دائما، وميرسي على هالبرنامج اللي بعقد. have a great day everyone. ciao.